الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قررت شركة بيكس هيوز الأمريكية الانسحاب من كردستان العراق تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية قانون النفط والغاز الموقع عام 2015. وذكر بيان للجنة العليا للنفط في أربيل أن الشركة الأمريكية أبلغتها التزامها بقرار المحكمة الاتحادية والانسحاب، لتكون بذلك أول شركة نفطية تمتثل لقرار حكومة بغداد وتغادر كردستان العراق. وكانت وزارة النفط قد بدأت سلسلة خطوات لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية الخاص بملف إدارة نفط كردستان العراق بعد الفشل في التوصل إلى صيغة اتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد، رغم أن القانون أقر بموافقة نور المالكي. كشفت هيئة السياحة في العراق أن من بين الأسباب التي أدت إلى تدهور قطاع السياحة في العراق هي الإجراءات الأمنية المشددة وشروط الإقامة التي يتلقاها السائح. وأكدت الهيئة أن ما يملكه العراق من مواقع سياحية طبيعية وتاريخية ودينية تجعله من البلدان الجاذبة للسياحة، إلا أنه متأخر جدا في هذا المجال لعدم توفر المتطلبات اللازمة للجذب السياحي من بنية تحتية وأماكن للإقامة والترفيه. هذا ويشكل القطاع السياحي في العراق أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي يعول عليها في تنويع مصادر الدخل، إلا أن الأوضاع الأمنية وغياب التخطيط لهذا القطاع الحيوي المهم أصابه بالشلل. قال مدير ديوان الرقابة المالية الأسبق صلاح نوري إن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار سيحدث صدمة بالسوق ويتسبب بخسائر كبيرة. وقال نوري إن أي تلاعب في سعر الصرف وتغييره سيحدث صدمة كبيرة في السوق، مضيفا أن أي معالجات بسعر الصرف تدريجية بحيث لا تحدث صدمة كبيرة في السوق وتؤثر على عجلة الاقتصاد. هذا وتتهم لجان المختصة الحكومة بالتسبب في رفع معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب قرار خفض قيمة الدينار أمام الدولار. قالت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية إن استيعاب آلاف الشباب العاطلين عن العمل والخريجين يستوجب إنشاء مصاف نفطية جديدة. وقال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية كاظم الفياض إن هناك صعوبة في تعيين جميع الخريجين، خصوصا بعد انتشار الكليات الأهلية والمسائية التي أدت إلى مضاعفة أعدادهم. وأوضح أن الحل الأمثل للتخلص من البطالة التي انتشرت بين الشباب يتمثل بالمشاريع الاستثمارية. قال معاون وزير الصناعة الإيراني علي رضا بن مانباك إن حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال العام الماضي بلغ 9.5 مليار دولار، مسجلا زيادة بنسبة 1.5 مليار دولار قياسا بالعام الذي سبقه. وأضاف بينمان أن لدى إيران مراكز تجارية في مختلف المدن العراقية الرئيسية، وقد استطاعت تحقيق أكبر الأرباح عبر تنظيم المعارض التجارية في هذا البلد خلال السنوات القليلة الماضية. هذا وتتهم لجان مختصة إيران بالعمل على تعطيل قطاعي الصناعة والزراعة في العراق لإبقائه سوقاً لصادراتها. أما الآن ننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.